سوف نشاهد معا مقطع الفيديو بخصوص افتتاح فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية. It waits for no one. It waits for no one. لا ينتظر أحدا. الوقت لا يتوقف. عندما يتعلق الأمر بتغيير المناخ نحن ليس لدينا الكثير من الوقت. لقد حان الوقت. فالعالم ليس لديه تسعا من الزمن لتغيير مسار الاحتباس الحراري، حيث أن أفريقيا تبقى من أكثر المناطق تضررا من ارتفاع درجات الحرارة من أكثر من أي مكان آخر. Climate hazards and challenges are becoming increasingly common. Yet climate financing for Africa is only 3% of global spend. Africa is in serious financial distress for what it didn't cost. And therefore there must be a greater sense of urgency, not in talking, but in doing and in delivering resources that Africa needs very desperately. While private sector climate financing has grown globally since 2010, Africa's financing comes largely from non-private sector sources. Low-carbon investment is capital-intensive. Public sector resources are not enough to transition to zero-carbon transportation systems, to build local, healthy and sustainable غذائية وزراعية محلية صحية. بالإضافة إلى دعم العمل المناخي، فأفريقيا في حاجة إلى 133 مليون دولار سنويا من الاستثمارات في الطاقة النظيفة لتحقيق هذه الأهداف. وقد أصبح المواطنون في كينيا يتمتعون بالتيار الكهربائي، وهناك الكثير من المزايا التي تتمثل بعضها في الاستجابة السريعة للتحديات التي تواجهنا. وقد أثر هذا إيجابا على مشروعات توليد الطاقة عن طريق الطاقة النظيفة المنبثقة عن الرياح. وقد حان الوقت من أجل التكيف مع مختلف الكوارث الطبيعية. لم نكن لنتخيل أبدا بأننا سوف نصل إلى هذا الحد. إن معرفتنا تتزايد وإن كان القيام بالكثير من الأشياء. حان الوقت لحشد وتعبئة موارد كبيرة من أجل تنفيذ خطة العمل المناخي بأفريقيا. الذهب ليس موجودا فقط في بطن It's time to leverage domestic and international private sector resources and harness the continent's abundant natural capital. وما نعتقد أنه صحراء جاف كان مليئا بالمياه، ونحن فقط في حاجة إلى الموارد من أجل استغلالها. يجب أن تستثمر أفريقيا بالهيدروجين والطاقة الشمسية والطاقة الريحية والطاقة المائية. إن مجموعة البنك التنمية الأفريقي تدرك أهمية الوقت. إنشاء التحالف من أجل البنى التحتية الخضراء جاء لسد فجوة التمويل وبناء بنى تحتية مستدامة مرنة في أفريقيا للاستثمار في البنية التحتية الخضراء عالية الجودة. إن مشاريع من قبيل مشروع نور وبحيرة توركانا ومحطة معالجة المياه في أبور وتعمل على تصدي لظاهرة التغيرات المناخية. لهذا فنحن يتعين علينا حشد تمويلات القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر بأفريقيا. مرحبا بكم في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية. سوف نقوم بمناقشة كيفية تحقيق مستقبل دامج من أجل قارة صامدة مستقلة معتمدة على ذاتها، فكيف لها أن تستثمر من أجل تقليل البصمة الكربونية وتطوير حلول للطاقة المتجددة. كيف يمكن للقارة أن تحول موارد الطبيعية إلى رأس مال صناعي مالي زراعي capital, agricultural capital, and knowledge capital. يمكننا إيقاف الوقت ولكن يمكننا السير على إيقاعه. يمكننا أن نعجل بالوفاء بالتزامنا والمضي قدما واتخاذ إجراءات غير مسبوقة لحشد وتعبئة رؤوس الأموال. إن الوقت ليس في صالح مستقبل أفريقيا. إن كل لحظة تمر تحدث فرقا، وكل عمل نقوم به سوف يكون أساسيا بل محوريا.